مساء الخير. اليوم وصفتنا المانتي الأرمني، وصفة سهلة ولذيذة وجميلة، شكلها جميل يفتح النفس. راح نعملها بقلاية وفرن هوم إليك. هوم إليك ماركة حصرية لدى قصر الأواني. قلاية سعتها 18 لتر، في هذا الجهاز 16 وظيفة مبرمجة مسبقة الضبط. هي تقريبا تقدر تقول ده الجهاز الكل في واحد، مو بس فرن، لا هو كمان قلاية ومجفف طعام. تقدري تقلي قلي هوائي، تطبخي طبخاتك بطريقة صحية بنسبة تصل إلى 80% دهون أقل. 1600 واط قوة الجهاز، عليه ضمان 3 سنوات. المقادير عندنا هنا للعجين راح نحتاج 2 كوب دقيق، 1/4 كوب موية، وعندنا 2 ملعقة زيت، 2 ملعقة لبن زبادي، بيضة ورشة ملح. للحشوة راح نحتاج لحم مفروم، بصل، ملح وفلفل أسود، وبهار مشكل، وبابريكا، ونعناع ناشف. طبعاً المانتي الأرمني يحتاج له أنه نعمل صوص أحمر وصوص أبيض، راح أوريكم المقادير وإحنا بنعمل الصوص. طيب عندي هنا الدقيق، الملح، بيضة، الزيت، اللبن الزبادي، والموية. نعجن كل المقادير سوا. راح نحصل على عجينة نوعا ما لينة، يعني متوسطة الليونة، واهم شيء ما تلتصق باليد. راح اتركها ترتاح لمدة نص ساعة. للحشوة راح اضيف اللحمة والبصل، نضيف الملح والفلفل الاسود، ونضيف البابريكا والنعناع الناشف والبهار المشكل. نخلط كل المكونات سوا على بال ترتاح العجينة. راح أعمل الصوص الأحمر. راح نحتاج في طاوة على النار شوية زبدة، ثوم مهروس، أضيف زبدة الفليفلة، ملح، فلفل أسود، وبابريكا. طيب في ناس تكتفي بهذه المقادير وتضيف شوية موية وتخليها كده تصير زي السائل شوية خفيف وخلاص، يقولوا هذا هو الصوص. بس أنا مرة أحط عصير الطماطم، فحسب رغبتك أنا حضيف عصير طماطم. شوفوا لون الصلصة كيف أحمر. أنا اعتمدت على دبس الفليفلة، والطماطم عندي كانت حمراء. لو مثلا حسيت اللون فاتح ممكن تضيفي معجون طماطم. ما عندك دبس فليفلة ممكن تضيفي معجون طماطم بدل الدبس. شوفوا هذا هو القوام اللي أبغاه. إذا حسيتيه ناشف تقدر تضيفي شوية موية حارة، خلاص هي حتتسبك بسرعة. كده الصوص الأحمر جاهز. الصوص الأبيض عندي هنا لبن زبادي، وعندي ثوم مهروس، رشة ملح، ورشة فلفل أسود، ونخلط وحيكون جاهز. هنا عندي العجينة بعد ما ارتاحت، راح افردها وارقها. اخترت قياس رقم 5 ملي، احسه مناسب. واخذ اللحمة واكورها بدي الطريقة. أخذ قطعة من العجين أحطها في النص، شايفين؟ وهذه كده أقرصها من هنا، أسويها زي كأنها قارب كده، وجوتها كورة اللحمة، وأقرص من هنا. هي كده صارت جاهزة. طيب
في هذه اللي زي الصاجة دي قررت أخبز فيها المانتي. ليش؟ لأنها تقيلة ومن الصاجات اللي يعني تمسك حرارة، فأنا أبغى أخبزها وبعدين أسقيها بالصوص الأحمر فيطلع كده الطش هذه، فأبغى أصب الصوص ويكون الصاج أصلاً حار، وكمان صراحة شكله حلو يعني بفكر يعني مناسب للتقديم، خلاص منه فيه أحط الصوصات منه فيه. فهو دحين هنا السطح غير قابل للالتصاق، بس أنا من باب الاحتياط راح أحط بخاخ زيت، راح أصف حبات المانتي بدي الطريقة. شوفوا هذا شكلها، طبعا كل ما صغرتيها يعني حيكون أفضل وأفضل وأجمل وأجمل. هذه الكور جدا صغيرة، لو تبغى تصغريها أكثر كمان براحتك. تمام. طيب دحين ما راح أدهنها بالبيض، راح أبخ الوش بالزيت أو ممكن بالفرشة والزيت كمان ينفع. طيب راح أدخلها جوة القلاية. شوفوا ما شاء الله خلاص اتحمرت من تحت، شوفوا إذا واضح لكم، شايفين اتحمرت خلاص من تحت، راح أشغل عليها من فوق وأحمرها شوية، ما راح تطول في التحمير، خليكي جنبها نبغاها كده تشقر على خفيف. أنا عايرتها من فوق مع المروحة 5 دقايق، برضه حكون جنبها وأراقب. المانتي الأرمني صار جاهز، باقي بس نسقيه بالصوصات. شوفوا ما شاء الله راح نسقيها، سامعين الصوت؟ صوص اللبن، رشة من النعناع الناشف، نزينها بالصنوبر. ما شاء الله تبارك الله، أحلى مانتي أرمني صار جاهز مع قلاية هوم إليك الكهربائية، قلاية وفرن ومجفف طعام 18 لتر.